السلام عليكم، ازيكم يا سنة رابعة؟ النهاردة هناخد نموذج لحل المهام الأدائية. بيديلك كذا مهمة وانت بتختار مهمة واحدة. اول مهمة معايا الفرق ما بين الفيل الافريقي والفيل الاسيوي. اذا علمت ان الفيل الافريقي يعيش في بيئات مرتفعة درجة الحرارة ويعيش الفيل الاسيوي في بيئات معتدلة درجة الحرارة، عايزين نعرف دلوقتي اي منهما الفيل الافريقي والفيل الاسيوي. هيكون ده الفيل الافريقي. ده ليه؟ ده لان حجمه ووزنه بيكونوا اكبر، وكمان هنلاحظ ان الودن الاذن حجمها اكبر وهيكون له انياب. يعني معظم الفيلة الافريقية بيكون لها انياب، وزي ما انتوا شايفين ان حجم الودن هنا كبير، حجم الاذن كبير. الفيل الاسيوي بيكون حجمه ووزنه اقل، ونادر ما يكون عنده انياب، هو الذكور فقط هم اللي بيكون ليهم انياب. بعض ذكور الفيلة الاسيوية اللي بيكون ليهم انياب، ولكن الاغلبية هنا اللي بيكون ليهم انياب الفيلة الافريقية. اخدت بالكم من الراس؟ شايفين هنا شكل الفيل الاسيوي، رأسه كأنها واخدة شكل قبة، لكن هنا الفيل الافريقي فلات. عايزين نشوف المقترحات للحفاظ على الفيلة من تأثيرات النشاط الانساني. اول حاجة الفيلة ديت في طريقها للانقراض، ده بسبب الصيد، لان الصيادين بيصطادوها علشان يحصلوا على انيابها لتجارة العاج. يبقى اذا علشان احافظ على الفيلة وضع قوانين تمنع الصيد والتوقف عن تدمير البيئة الطبيعية وتدمير الغابات. تاني مهمة معايا عن التكيف. فاكرين التكيف؟ التكيف السلوكي والتكيف التركيبي. شايفين الارنب ده؟ يعيش هذا الحيوان ذو الاذن الكبيرة في بيئة صحراوية. ما دليلك على ذلك؟ اولا لون الفراء، لون الفراء اللي هو اللون الاصفر شبه لون الرملة. كمان الاذن الكبيرة، فاكرين الفينك فوكس؟ الاذن الكبيرة ده علشان تقلل من درجة الحرارة وترطب درجة حرارته. اذا علمت ان هذا الحيوان عندما يرى عدوا له من الحيوانات الاخرى يقف ثابتا دون اي حركة حتى لا يراه العدو، يبقى التكيف سلوكي لان ده سلوك بيعمله. الارجل الطويلة، يمتلك هذا الحيوان ارجل طويلة لتساعده على الهروب من الاعداء. تكيف تركيبي لان ده تركيب في جسمه. في الصورة التي امامك غزال، غزال الصحراء بيعيش في الصحراء، بيتكيف في البيئة الصحراوية. تكيف يمكنه من الجري سريعا، ارجل طويلة، ارجل طويلة يبقى ده تكيف في جسمه، تكيف تركيبي، تركيب في جسمه. ينشط هذا الغزال ليلا للحصول على غذاء وتجنب الاعداء. هذا التكيف سلوكي لان ده سلوك بيعمله ان هو بقى حيوان ليلي. المهمة التالتة عن الدب، الدب القطبي. الدب القطبي لا يستطيع الحياة في الصحراء الحارة بسبب لون الفراء، لان لون فراءه ابيض، ازاي هيعيش في الصحراء اللي لونها اصفر؟ وكمان كمية الدهون المتراكمة تحت الجلد، ده هتخلي كده درجة حرارته عالية، مش هيقدر يتكيف مع البيئة الحارة. التغيرات اللي تسمح له ان هو يعيش في البيئة الصحراوية الحارة، تغير لون الفراء الى اللون الاصفر، اللون البني، والدهون المتراكمة تحت الجلد تختفي علشان يقدر ان هو يعيش في البيئة الصحراوية الحارة دي. لو انتقل الدب القطبي بلون الفراء الابيض والدهون المتراكمة، هيقدر ان هو يعيش في بيئة الجمل الصحراوية؟ اكيد لا، لان هو هيتعرض للصيد بسهولة جدا لان لون فراءه ابيض، ويقدر الصيادين ان هم يشوفوه بسهولة. نشوف المهمة اللي بعد كده. قد تختلف انواع السيارات باختلاف صور الطاقة التي تستخدمها، فهناك سيارات تعمل بالطاقة الشمسية واخرى بالطاقة الكهربائية وثالثة بالبنزين. لو كنت صاحب قرار في مدينتك وكان عليك اختيار نوع واحد من السيارات لتكون الرسمية للمدينة، كيف تختار نوع السيارة وفقا للمعايير التالية؟ مصدر رخيص للطاقة والحصول على طاقة نظيفة دون تلوث. لو احنا دلوقتي هنرتب السيارات دي على حسب المدينة اللي بتسطع فيها الشمس لساعات طويلة، يعني معنى كده
ان هيكون الطاقة الشمسية هي الاختيار الامثل. السيارات اللي بتعمل بالطاقة الشمسية، والطاقة الشمسية هقدر ان انا احولها لطاقة كهربائية، والطاقة الكهربائية هستخدم بعد كده في الطاقة الكيميائية. يعني اذا ترتيب السيارات: طاقة شمسية، طاقة كهربائية، طاقة كيميائية. اكتب صيغة القرار التي تتخذه متضمنا مبرراته. انت ايه اللي هيخليك ان انت هتستخدم الترتيب ده؟ ليه هتستخدم اول حاجة الطاقة الشمسية؟ هنقول نظرا لارتفاع عدد السيارات وللحد من تلوث الهواء، قررنا استخدام طاقة نظيفة واستخدام الطاقة الشمسية بدلا من البنزين في تشغيل السيارات. ده لان احنا عندنا الطاقة الشمسية والشمس موجودة لساعات طويلة، فإذا استخدامها هيكون استخدام كويس. هنشوف دلوقتي المهمة اللي بعد كده، الفرق ما بين طاقة الوضع وطاقة الحركة. عايزين نعرف دلوقتي أي منهما طاقة وضع وطاقة حركة بالنسبة للاعب اللي بيقفز. أول حاجة هيبقى عندي طاقة حركة، هيبدأ إن اللاعب يتحرك ويقفز. رقم 2 هتكون طاقة وضع. طاقة وضع، اللاعب بيقفز على ارتفاع، طاقة وضع. رقم 3 هتكون طاقة حركة. يعني اذا 1 حركة هيبدأ يتحرك، 2 طاقة وضع هيفضل ثابت لحد ما يقفز. شايفين الارتفاع ده والوقفة دي اللي هي ثانية، دي طاقة وضع، طاقة مختزنة جواه، وبعدين هنا طاقة حركة. زي ما انت كده بالظبط لما بتركب المرجحة، وفي المثال اللي بعد كده وفي التجربة هوضحها لك بالظبط طاقة الوضع وطاقة الحركة. أعلى طاقة وضع اللي بتكون على ارتفاع، يعني هتكون رقم 2. أعلى طاقة حركة يعني اللي هتكون على الأرض، رقم 1. خلينا نشوف هنا تجربة لحساب طاقة الوضع وطاقة الحركة. شايفين هنا الولد أول ما بيبدأ الحركة، دي كده طاقة وضع. أول ما بينزل لتحت يبقى هنا طاقة حركة، وبيطلع فوق تاني يبقى دي طاقة وضع. يعني إذا أنا لما ببدأ بطاقة وضع، بتحرك وبنزل لتحت، يبقى هنا طاقة الحركة. يعني طاقة الوضع بتكون أكبر ما يمكن على ارتفاع، وطاقة الحركة على الأرض أكبر ما يمكن. وده اللي بتلاحظه لما تيجي تركب مرجحة. أول ما بتركب المرجحة بتحركها طاقة حركة، لما بتحركها لفوق تطلع بيها لفوق، يبقى هنا عندك طاقة الوضع هي الأكبر ما يمكن. وأكيد لاحظت وأنت بتركب المرجحة لما بتطلع لفوق بتقف ثواني، الوقفة دي هي طاقة الوضع. زي ما هنا شايفين الولد لما بيطلع فوق بيقف وقفة، الوقفة اللي هي بتاخد ثانية دي هي دي طاقة الوضع، ولما بينزل تحت في الأرض بتكون طاقة الحركة أكبر ما يمكن.